عليكم. هاد الفيديو بغيت نهضر لكم على ملاحظتي في التعليقات اللي كديروها. فغنهضر لكم اولا على البنات اللي كيدعموني وباغيين باش تكبر هاد القناة، وعلى رأسهم الأخت هاجر. شكرا 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 للأخت هاجر على كل المجهودات اللي كديري، وأنا ممتنة لك وتحياتي لك. هاد القناة هادي بكم غادي تكبر إن شاء الله إلا بغيتوها، و ساعدتكم وعطيتكم شي حاجة اللي فادتكم، فانتوما اللي غتكبروها وانتوما اللي غادي تنجحوها. بغيت نهضر على الناس الله يعمرها سلعة اللي كندير لهم القراءة، وعلى الأقل كيعترفوا بهذا الجميل وكيحطوا كلمات شكر، سواء كانت الإجابة سلبية أو إيجابية فكيتقبلوها. هادو ناس راقية فتحياتي لهم. وعندك ناس اخرين انا ما عرفتش كي دايره ارواحهم، كي داير تفكيرهم، وكيفاش كيعيشوا حياتهم هكا. فانا كندير لهم القراءه، تترجاوك باش دير لهم القراءه، كدير لهم القراءه ما كايناش حتى كلمه شكر، كانك عبده عندهم. يعني راه بالسيف عليك خصك دير، غصبا عنك خصك ديري لهم داك القراءه، ولا انا راه لطفا مني. ما تعتبروش ان اللطف والظرافه ضعف، راه ماشي ضعف. شنو كدير؟ فكتمسح داك التعليق، كتمسح الاجابه اللي عطيتها، كان كلامي كان الكتابه ديالي زباله حاشاكم، وكتلوحها، ومن بعد كترجع كطرح السؤال، كتقول لك فسري لي اكثر القراءه، ولا كتزيد تطرح شي سؤال اخر باش ديري لها قراءه ثانيه. شنو كتحسابي في راسك؟ ما نديرلكش، ما رانيش مرغه ما نديرلك، وعلى الادب ديالك غادي نديرلك. كاينين الناس محترمه، ايه نقرا لهم ثلاثة اربعة المرات لان يستاهلوا، ولكني الانسان اللي ما مربيش ما عندي ما ندير به، وكيظنوا ان القراءه راه سهله. راه ما سهلاش القراءه، راه ماشي بالسهل انك ديري الكارطه ولا تفتحي الورق وتقرايها، ونمشي للتعليق ونقلب على الاسم ديالك ونكتب لك وناخذ من وقتي ونكتب. علاش؟ شنو استفدت انا كاع؟ وبعض المرات ما كيوصلكش الجواب، وكنضطر انني نعاود، وكنبقى نطل كل مره على التعليق واش الجواب وصلك ولا ما وصلكش، لان بعض المرات كنكتب وما كيوصلش، فكيخصني حتى نتاكد ان الجواب وصلك باش عاد كنرتاح. وانتم كتاخدوها يعني شيء زعما سهل ما فيهش تعب، لا الله يهديكم. بحال هاد الناس هادو خصهم يغيروا تفكيرهم ويغيروا هاد التعامل ديالهم. والحياه راه اخذ وعطاء، اخذ وعطاء. فعلى الاقل انا خديتو مني شي حاجه فردو غير بكلمات شكر، بحال الاخت هاجر. شو مسكينه، كيفاش كبر فيها انني قريت لها. والاخوات الاخرات حتى هما كاينين الناس اللي هما راقيين، فبغات تكبر القناه، كتجيب ناس باش يشوفوا القناه. فعرفتوا هاد الانسانه هادي شنو غتستافد من هاد الشيء الكثير الكثير، فهي كدير خير فربي غادي يجازيها اكثر واكثر، ماشي مني، راه من طرق اخرى حياتها كتيسر، قلبها طيب، روحها زوينه، روحها نقيه. فإلا بغيتو تيسر لكم اموركم وتنجحوا وكل شيء يكون زوين، فنقيو نفسكم، تكون رواحكم طيبه،
غيروا غيروا من تفكيركم، غيروا. وحاجة واحدة بغيت نهضر عاوتاني عليها، هي البنات كتجي كتسألك، كتقول لك، كتعطيك السؤال ديالها، كيفاش انا بغيتيني نعرفك؟ راه قلت لكم قبل اسمك، اسم امك، ولون البشره ديالك. والقراءه اصلا راه كيخصها تكون بالمباشر، باش تكون نيتك معايا مباشره، باش نتجاوب انا وياك، نكون نهضر معاك ولا نكتب لك وتردي عليا في نفس الوقت. حيت كاينين شي امور كيخصني نسال باش تردي عليا، باش نكمل لك القراءه وتكون كامله. فانا من بعض المرات كنسول وكنتسناك حتى تردي عليا، فممكن انا نسولك اليوم تتردي عليا حتى الغدا، عاود نفتح عاود الورق من جديد. فراه ماشي بالسهل. الا بغيتي القراءه تكون كامله راه خص النيه، وخصك تكوني معايا مباشره. فالله يخليكم، بقاو تديروا البيانات ديالكم في الاول بلا ما نبقانا عاد نقول لك شنو سميتك وامك ولونك. وبعض المرات تكتبي لي غير اللون، عاود عاود ثاني انا نكتب لك شنو اسم امك وشنو اسمك، ونبقى عاود ثاني نتسناك عاود تردي عاد باش ندير لك القراءه. هو بزاف. واخر شيء، فانا غادي نستمر طيله هذا الشهر بالقراءه مجانيه، وغادي نتحملكم، لان راه صعيب باش نبقى نكتب لكل وحده في التعليق ونقلب على سميتها وندير لها القراءه ونبقى نرجع نشوف الرد ديالها، فصعب. ولكن غادي نستمر هذا الشهر كامل. واختاروا، بغيتوا نرد عليكم في التعليقات فكيكون الرد سريع يعني في نفس اليوم او الغد، ولا بغيتو بالفيديو فهو كياخد مني 4 ايام. يعني واخا انا ننزل الفيديو اليوم فكياخد واحد، انا كنلاحظ بانه كياخد لي 4 ايام باش الله كي يجي يوصلكم، فكيتعطل. الا بغيتو بالفيديو فالاسئله غادي نبقى نجمع 5 الاسئله على حسب الاولويه، اللي يرسل في الاول الثاني الثالث نحسب 5 وندير فيديو ونرسلو ويوصلك على 4 ايام. يعني طرحتي السؤال اليوم تسنى 4 ايام عاد يجيك الجواب. فاختاروا، بغيتو في التعاليق ولا نبقاو نديرو فيديو والجواب يوصل على 4 ايام. شنو بغيت نقول لكم اخر؟ في التعاليق راه كتعذب، تعذب معاكم، لان مني ترسلي السؤال الاول فهو كيطلع عندي في نوتيفيكاسيون، كيطلع عندي. مني كيبقى الحوار بيني وبينك وكنبقى نسولك مثلا شي حاجه باش تردي لي، لا رديتي لي راه ما كيبانش عندي في نوتيفيكاسيون، فكيخصني كل مره 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 نطلع على التعاليق باش نقرا الرد ديالك. وهذا ما كان، وكنشكركم، وكنشكر بزاف البنات اللي كيدعموني، وتحياتي لكم، وكنتمنى لكم التوفيق النجاح، وان شاء الله هذا العام يدخل عليكم بالصحه السلامه والسعاده وتحققوا كل اهدافكم. وتحياتي لكم، وباي باي.